عايز ابعت لحضرتك امتحان كده تشوف لو في غلطة او حاجة تشوفوه الامتحان يعني. اللي انت عامله. اه ماشي ابعتهولي. تمام ماشي، هبعتهولك ونشوف. النهارده ان شاء الله هناخد اخر درس في المحاسبه، وهو درس التسويات الجدليه. بص يا جماعه، دلوقتي احنا اتفقنا ان مراحل العمل المحاسب، انا بتعرف على البيانات من المستندات، بسجلها في اليوميه، برحلها للاستاذ، بلخصها في ميزان المراجعه، وفي اخر السنه الماليه احنا بنعمل القوائم الماليه اللي هي قائمه الدخل وقائمه المركز المالي. فقط خلصت المحاسبه. طب امال ايه يا عم موضوع التسويات الجرديه؟ قال لك التسويات الجرديه دي احنا بنعمل تسويه للارقام اللي موجوده في ميزان المراجعه. ما احنا اخر مرحله عندنا قبل القوائم الماليه ميزان المراجعه، بلخص البيانات في ميزان المراجعه، بعد كده اروح مدخلها على القوائم الماليه. فقال لي قبل ما تدخلها على القوائم الماليه اعمل لها تسويه. يعني معنى كده التسويه دي هتتعمل الاول وبعد كده اعمل القوائم الماليه بتاعتي. طب يعني ايه التسويه بقى؟ قال لك دلوقتي يا عم الحاج احنا اي رقم، احنا التسويه دي خاصه باي رقم يخص الايرادات والمصروفات، ودي خاصة بقائمة الدخل، وأي رقم خاص بالمركز المالي اللي هو بيعبر عن الأصول والخصوم، ده كده يخص المركز المالي. يعني بمعنى أصح يا معلم، إحنا هناخد الرقم اللي موجود في ميزان المراجعة نعمل له تسوية، نسويه عشان نوديه فين؟ هتوديه في قائمة الدخل أو هتوديه في قائمة المركز المالي على حسب ما يطلع معاك الرقم. طيب دلوقتي يا معلم، أنا يعني ضربت لكم مثل بيها المرة اللي فاتت وقلت لكم إن شاء الله هنكمل، وهي دي التسويات بتاعتنا. دلوقتي مثلا أنا عندي المرتبات. أنا المرتبات بتاعتي اللي بتتم في السنة وليكن مثلا 20,000 جنيه. ده كده المرتبات دي، ده الرصيد الظاهر في ميزان المراجعة. ده كده يجي لي ظاهرة في ميزان المراجعة إن المرتبات ب 20,000. حلو أوي. يجي يقول لي إذا علمت أن المرتبات الشهرية ب 2000 جنيه. طيب اروح انا مفكر كده بدماغي، مرتبات شهريه ب 2000 جنيه، واحنا بنتعامل على سنه كامله، يعني معنى كده المرتبات في الشهر ادي 2000 في 12 ب 24,000. طيب حلو قوي. اللي ظاهر في ميزان المراجعه ده المدفوع، انا دفعت 20,000. طب والسنوي ده اللي انا طلعته، ده اسمه المستحق، انا المفروض ان انا ادفع 24,000. كده في فرق كام يا معلم؟ قال لك في فرق 24 4,000 جنيه. ال 4,000 جنيه الفرق بين الرقم ده والرقم ده هيروح للمركز المالي. هي دي فكره التسويات الجرديه. طب هيروح للمركز المالي في الارصده المدينه ولا الارصده الدايمه؟ لسه هنشوف. انا يهمني بس تعرف يعني ايه تسويه جرديه. يعني ايه تسويه جرديه؟ ان انا هاخد الرقم اللي في ميزان المراجعه ده ال 20,000، ابدا اشوف التسويه بتاعته اللي حصلت ايه. قال لي اذا علمت ان المرتبات الشهريه ب 2000، يعني معنى كده واحنا بنتعامل في ماده المحاسبه على سنه، السنه فيها 12 شهر، انت بتدفع في الشهر 2000 جنيه، يبقى 2000 في 12 ب 24، انا دفعت 20 والمفروض ان انا ادفع 24,000 في السنه، يبقى انا كده في فرق 4,000. ال 4,000 دي هي اللي هتروح للمركز المالي. يعني معنى كده يا معلم عشان تبقى واصله لك معلومه كامله، ان الرقم اللي في ميزان المراجعه انا بعمل له تسويه واودي منه رقم لقائمه الدخل واودي منه رقم لقائمه المركز المالي. هي دي فكره التسويات الجرديه. طيب تشتغل ازاي؟ طب ايه اللي يخص قائمه الدخل؟ طب ايه اللي يخص قائمه المركز المالي؟ طب احل السؤال ازاي؟
هو ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. تعال نشوفها تمشي ازاي مع بعض. دلوقتي احنا قلنا ان الرقم باخده لقائمة الدخل والباقي باخده في المركز المالي، فقال لي الارقام اللي تخص قائمة الدخل تخص على اساس اسمه اساس الاستحقاق. اساس ايه؟ اساس الاستحقاق. يعني ايه اساس الاستحقاق؟ كمعلومة ليك، معلومة ليك انت بتاع المحاسبة اللي لسه بتتعلم ألف ب محاسبة. احنا عندنا اساسين، اساس اسمه اساس الاستحقاق والاساس التاني اسمه الاساس النقدي. كلمة اساس الاستحقاق معناها انا باخد اللي يخص السنة سواء دفعته او ما دفعتوش. يعني ايه اعمل حاجة؟ يعني مثلا احمد صلاح شغال معايا في السنتر بياخد 1000 جنيه في الشهر، يبقى في السنة بياخد 12000. جيت وقلت لك انا دفعت لاحمد 10000، اساس الاستحقاق يقول لك ماليش فيه، انت بتدي احمد في السنة كام؟ 12000، انا هنزل ال 12000 في قائمة الدخل. طب انت اديت لاحمد كام؟ 15000، برضه هنزل ال 12000 في قائمة الدخل. اساس الاستحقاق بيقول لي انا هاخد اللي يخص السنة سواء دفعت اكتر دفعت اقل ما دفعتش خالص ماليش فيه، انا اللي ليا فيه يا عم الحاج انت بتدي له كام في السنه؟ بدي له 12000، خلاص هنزلها في قائمه الدخل 12000، خلصت ماليش دعوه انت دفعت له كام. طب امال ايه معنى كلمه اساس نادي؟ اساس نادي دي هتقابلك بقى فيما بعد ان شاء الله في المحاسبات الثانيه في الترمات الجايه. اساس نادي دي يعني ايه الاساس النادي ده؟ قال لي الاساس النادي انا باخد اللي اتدفع فعلا، انت بتدي احمد 12000 دفعت له 10 منهم، خلاص انا هنزل ال 10000. بس الكلام ده مش علينا في الماده بتاعتنا، احنا مادتنا بتتكلم على ايه؟ اساس اسمه اساس الاستحقاق. طيب ده كده اللي انا هتعامل عليه كفهم. طب كحل السؤال بقى، لما يجي لي السؤال احله ازاي؟ بص يا عم الحاج، ملخص اخوك طه كامل، ملخص طه كامل، وقت ما تجي لك شهري اضربها في 12، يجي لك الرقم شهري اضربه في 12. لو سنوي انا كده كده اتفقنا ان اساس الاستحقاق انا باخد اللي يخص السنه، فجالي اللي يخص السنه خلاص كتر خير ينزل كما هو. اي مستحق يجمع، اي مقدم يطرح، دول الأربعة اللي يخصوا قائمة الدخل. لو شهري أضرب في 12، لو سنوي ينزل زي ما هو، لو جالي مستحق أجمعه، لو جالي مقدم أطرحه. طب يعني إيه مقدم ومستحق؟ تعالى يا حبيب قلبي إحنا اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت، بس هقولها لك تاني. دلوقتي مرتب أحمد 12000، قلنا مرتب احمد 12000 في السنه. جيت وقلت لك انا دفعت لاحمد 10000، احمد ليه مستحق 2000، يبقى تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ال 12؟ هاخد الرصيد اللي اتدفع واجمع عليه المستحق عشان اوصل لمين؟ لل 12000. يبقى اي مستحق يجمع. طيب احمد مرتبه 12000، جيت وقلت لك انا دفعت لاحمد 15000، يعني مديله 3000 مقدم للسنه الجايه. احنا قائمه الدخل اللي انا باخد اللي يخص السنه، يبقى انا هعمل ايه عشان اوصل لل 12000 يا عم الحاج؟ هطرح ال 3000، يعني 15000 ناقص 3000. يبقى القاعده بتقول لي اي مستحق يجمع، اي مقدم يطرح، قاعده ثابته لغايه ما تتخرج ان شاء الله. اي مستحق يجمع، اي مقدم يطرح، لو شهري اضربه في 12، لو سنوي ينزل زي ما هو. هم دول ملخص اخوك طه كامل في التسويات الجرديه لقائمه الدخل، وخلصت التسويه بتاعت قائمه الدخل. نقولها تاني؟ تاني. لو مستحق يجمع، اي مقدم يطرح، شهري اضرب في 12،
ثانوي ينزل زي ما هو، تاني تاني، أي مستحق يجمع، أي مقدم يطرح، لو شهري أضرب في 12، لو سنوي ينزل زي ما هو. أدي الأربعة بتوع قائمة الدخل. طيب هات لي بقى بتوع المركز المالي، قائمة المركز المالي. دلوقتي احنا قلنا في قائمة المركز المالي، قلناها المرة اللي فاتت، إن احنا عندنا حاجة اسمها أرصدة مدينة أخرى، وعندنا إيه كمان؟ ها، أرصدة دائنة أخرى. قلنا مين الأرصدة المدينة الأخرى؟ أي مصروف مقدم وأي إيراد مستحق. وجينا عكسناهم في الأرصدة الدائنة، قلنا إيه؟ أي مصروف مستحق وأي إيراد مقدم. بقول لك يا عم طه، انت كده هتلف دماغي، محمد سعيد هيقول لي كده، انت هتلف دماغي زي ما عملناش، اديني احل ازاي. هقول لك يا ابو سعيد تحل ازاي. اللي يخص المركز المالي ملخص اخوك طه، لو لو الرصيد، كلمة الرصيد دي اللي هي جاية في ميزان المراجعة اللي هو السؤال، لو الرصيد أكبر من السنوي يبقى الفرق مقدم. اعكس، يلا اعكس على طول، حلاوة المحاسبة دونت ميكس كل حاجة والعكس. لو الرصيد أقل من السنوي يبقى الفرق مستحق. طب ما تنساش العريس والعروس، اوعى تنسى العريس والعروسة اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. تعالى كده اديك مثل عشان نخش على التمرين على طول. مرتبات ب20,000، إذا علمت أن المرتبات السنوية 25,000. انت التسوية دي قلنا رقم رايح لقائمة الدخل والرقم التاني رايح للمركز المالي، ماشي. قول لي الرقم بتاع قائمة الدخل. طه قال لي عندي 4 حاجات، لو مستحق يجمع، أي مقدم يطرح، لو شهري أضرب في 12، سنوي ينزل زي ما هو. طب بص كده، أنا عندي الرصيد ب20,000، جه وقال لي إن الثانوي 25,000، لو سنوي يحصل إيه؟ ينزل زي ما هو، يبقى قائمة الدخل هتاخد ال25 كاملة. ليه؟ عشان جت لي ثانوي. طب تعالى قارن بقى بين الرصيد والسنوي. الرصيد بتاعي، خلي بالك لما باجي اقارن بقارن الرصيد بالسنوي عشان ما تتلخبطش، الرصيد هو اللي اكبر او الرصيد هو اللي اقل عشان ما تتلخبطش بالله عليك. انا الرصيد بتاعي 20,000، السنوي 25,000، يبقى ال5,000 دي اسمها مقدم ولا مستحق؟ هي اكبر ولا اقل كده؟ اقل. يبقى الفرق ايه؟ مستحق. يبقى انا عندي 5,000 مستحقة، ادي العروسة بالمهر بتاعها. طب هات لي العريس يا نجم. المرتبات مصروف ولا ايراد؟ مصروف. يبقى ده اسمه ايه؟ مصروف مستحق. طب المصروف المستحق ارصدة مدينة ولا دينة؟ المصروف المستحق ارصدة دينة. طيب واحدة زيها وخلصت على فكرة التسويات كده، هي دي التسوية بتاعتها. واحدة زيها إيراد عقار 14,000،
إذا علمت أن إيراد العقار الشهري 1000 جنيه. يلا اشتغل يا نيك، احنا عايزين رقمين، رقم رايح لقيمة الدخل ورقم رايح للمركز المالي. طب يلا هات لي بتاع قيمة الدخل. ايه اللي يخص قيمة الدخل؟ 4 حاجات: شهر تمام. يضرب في 12، سنوي ينزل زي ما هو، اي مستحق يجمع، اي مقدم يطرح. ادي الـ4 بتوع قيمة الدخل. الدخل بص هيبقى كده 11 قال لي ايراد العقاري الايه؟ والمركز الشهري. المالي طيب يبقى امسك كده، دي هتبقى الـ1000 في 2000 12 مقدم. يبقى بـ12000. حلو قوي. اجي للمركز المالي، والله لو الراجل ده دفع اكتر يبقى دفع مقدم، دفع اقل يبقى مستحق. طب بص كده 14000، واللي يخص السنة كام؟ يبقى 12000. دفع 2 يبقى مقدم. انا كده اكتر ولا اقل؟ اكتر. قلت لك تقارن الرصيد بالسنوي. ال14 دفع، حصلت ايراد ب14 مع ان الايراد السنوي كام؟ 12. يعني انا حصلت اكتر ولا اقل؟ اكتر. يبقى ال2000 دول مستحق، عفوا مقدم يا مقدم. دكتور، ادي كده العروسه، خدته. العروسه بالمهر بتاعها. هات العريس يا نجم. ايراد عقار، حتى من اسمها ايراد، يبقى بقى اسمها ايراد مقدم. طب الايراد المقدم ارصده مدينه ولا دين؟ ارجع كده دايم للقاعده بتاعتك. دايم اي ايراد مقدم ارصده ايه؟ دايم، ارصده دايما. هو الإيراد لما بيزيد بيبقى طب دايم. واحده كمان طب هتلزق، يعني هتلزق. يا دكتور، هو أنا فرق إزاي ما بين اللي اتدفع واللي كان هيتدفع؟ ما يعني احنا أفهمه قلنا إزاي المفروض؟ الرصيد ده المدفوع، الرصيد اللي جالي في السؤال اللي هو بتاع ميزان المراجعة ده اللي اتدفع فعلا. ماشي. لكن اللي المفروض يتدفع بتاع قائمة الدخل اللي هو السنوي، ما هو ده اسمه ايه؟ أساس الاستحقاق. يعني تمام، سؤالي، شكرا بص لك. يا حاج، ظهر في ميزان المراجعة إيجار بـ20000. إذا علمت أن هناك إيجار مستحق بـ10000، معنى ظهر في ميزان المراجعة معناها ده المدفوع اللي دفعته، اللي جاي لي من دفتر الأستاذ، واللي جاي من دفتر الأستاذ ده اللي حصل في قيد اليومية، واللي حصل في قيد اليومية ده اللي حصل فعلا. ما احنا قلنا المحاسبة كلها سلسلة. سددت الشركة إيجار بـ20000، رحت عامل لها قيد يومية وطلعت بيها على دفتر الأستاذ ورحت ملخصها في ميزان المراجعة، جالي هنا بقى التسوية بتاعتها. أنت دفعت إيجار كام يا عم الحاج؟ 20000. يبقى اللي ظهر في ميزان المراجعة ده المدفوع اللي اتدفع فعلا. اللي المفروض يدفع هي عشرة. التسوية بتاعتي. دفعت إيجار كام؟ 20000. رحت باصص كده في الفواتير بتاعتي، لا ده أنت عليك كمان 10000 المفروض تدفعها. هي دي معنى التسوية. لا ده أنت المفروض كده دفعت عليك. أكتر. لا ده انت المفروض في الشهر تدفع كذا. لا ده انت المفروض في السنة. لا ده انت المفروض في السنة تدفع كذا. هي دي التسوية بتاعتك. تمام. يبقى أوكي. انا ده شكل السؤال عندي. اروح انا عشان احل طريقة فقتها بس ايدك، اسهل طريقة لحل التسويات الكردية. تروح واخد سهم مين كده. ده الرقم اللي يخص الدخل وده الرقم اللي يخص الميزانية. ماشي. وابدا اقول بقى الرقم اللي يخص الدخل. طه قال لي 4 حاجات: شهري ضرب في 12، مستحق يجمع، مقدم يطرح، سنوي ينزله زي ما هو. جه وقال لك ايه؟ اذا علمت ان هناك ايجار مستحق ب 10000، اي مستحق يحصل له ايه؟ يجمع. يبقى انا همسك ادي ال 20000 اللي اتدفعت وفي 10000 مستحقه، يبقى اللي يخص الرقم بتاع قائمه الدخل 30000. مية مية يا معلم.
طب تعالى لي بقى في الميزانية، امشيها بس بالطريقة بتاعتك الأول، وبعد كده أبقى أفهمك حاجة تانية. دلوقتي اللي اتدفع 20,000، وأنا المفروض أدفع كام؟ 30. 30,000. لو أكتر تبقى مقدم، لو أقل تبقى مستحق. أكتر مقدم، أقل مستحق. طيب أدي الـ20,000، وأنا رحت دافع كام؟ 30. يبقى كده الفرق ده إيه؟ أدي الـ20 بقت 30، كده أقل ولا أكتر؟ مستحق. أنا عندي أقل بـ10,000، أدي 10,000 طالما أقل يبقى اسمها مستحق. حلو أوي. دي العروسة بالمهر بتاعها، هاتي العريس يا نجم. الإيجار مصروف ولا إيراد؟ الإيجار مصروف، يعني اسمها إيه؟ مصروف مستحق. مصروف مستحق. والمصروف المستحق أرصدة دينا ولا مدينة؟ أرصدة دينا. مصروف لما واحدة كمان؟ يلا واحدة كمان. مصروفات مدينة يا دكتور، مصروف المصروف مستحق مدينة. المستحق مدين. الله يسامحك. الله يبقى. أيوة الله يسامحك. أيوة إيه؟ أيوة في عيني. لا ازاي؟ مصروفات بيع وتوزيع 50. ماشي. إذا علمت أن هناك مصروفات بيع وتوزيع مقدمة بـ20,000، هيا حاج، هيا نك، هيا قلبي، ها يبقى الدفع أروح مطلع سهمين، هيطلع واحد الميزانية. رايح للدخل، واحد رايح لمين؟ للميزانية. طب يلا يا حبيب قلبي، اللي يخص الدخل كام حاجة؟ 4، شهري 12، سنوي زي ما هو، مقدم يطرح، مستحق يجمع. طب يلا يا نيك، أنا دفعت مصروفات بيع وتوزيع بـ50، هناك مصروفات بيع وتوزيع مقدم بـ20، أي مقدم يحصل له إيه؟ يطرح. يبقى 50,000 ناقص 20,000 تبقى 30,000. طب تعالى لي يلا الميزانية، لو دفعت أكتر يبقى إيه؟ مقدم. مقدم. لو دفعت أقل تبقى مستحق. أنا دافع كام؟ 50. 50، والمفروض اللي يخص السنة كام؟ 30. دفعت كده أكتر ولا أقل؟ أكثر. أكتر. 20,000. أكتر بكام؟ بـ20,000. يبقى الـ20 ده 1,000 دي طالما أكتر يبقى اسمها إيه؟ مصروف مقدم. أدي مقدم. العروسة بالمهر بتاعها، هات لي العريس يا نجم. هي اسمها إيه؟ مصروفات بيع وتوزيع، يعني مصروف مقدم. المصروف المقدم أرصدة مدينة ولا دين؟ دائم أرصدة مدينة. مدينة مقدم. مدينة. تمام. ده ملخص التسويات الجرية بتاعتنا اللي تخص الإيرادات والمصروفات. بتبقى مدينة لما اللي بتبقى عنده مدينة. سؤال لغاية هنا يتفضل. يعني الدكتور هو ده الدرس؟ هو ده الدرس، بس ده اللي يخص الإيرادات والمصروفات. فاضل لنا نقطتين كمان وخلصنا التسويات الجرية. ايوه فاجئنا ليه بقى الدكتور هو ده الدرس؟ لي زهرة ضمن أرصدة ميزان المراجعة لشركة ألتراس أفضلاوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بيان. إيجار بـ10,000، مرتبات 15,000. هو ده شكل السؤال في الامتحان يا جماعة. لما تجي لي إيه؟ إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا نوعين من السؤال. قلت لك يجي لي سؤال عن قائمة الدخل لوحده، سؤال عن المركز المالي لوحده، سؤال عن التسويات الجردية لوحدها. ده كده اللي هي الأسئلة المنفصلة. أو إن يجي لي مثال شامل، وده اللي إحنا قلت لكم إن إحنا بجهزه لكم عشان نحله مع بعضنا كده. تبقى على قائمة الدخل والمركز المالي والتسويات كلهم مثال واحد. طيب.
ظهر ضمن أرصدة ميزان المراجعة لشركة ألتا راس أبطال الأول البيانات دي: إيجار بـ10,000، مرتبات 15,000، مصاريف إنارة 2,000، عمولة بيع 1,500، مصاريف دعاية وإعلان 12,000، إيراد العقار بـ1,000، إيراد فوائد دائنة بـ1,500. فإذا علمت ما هناك إيجار مستحق بـ2,000، هناك مرتبات مدفوعة مقدم بـ1,000، مصاريف إنارة تخص السنة 2,500، عمولة بيع عن السنة 1,400، إيراد العقار الشهري بـ1,000، إيراد الفوائد المستحقة بـ500، مصاريف دعاية مدفوعة لمدة سنة من 1/7/2018، قدرت بضاعة آخر المدة بـ20,000 بسعر التكلفة و25,000 بسعر السوق. تمام، يجيب لي السؤال بالشكل ده ويروح طالب مني الأسئلة بتاعته بتاعت البابل شيت بالشكل ده، بس طبعا مش هيجي لك كل ده في الامتحان، هي بتبقى جاية لك اتنين تلاتة بس، أنا يعني حطيت لك جميع الأشكال بتاعتها. وده شكل السؤال بتاعك. وقت ما يسألك أي سؤال في التسويات الجردية لازم يحدد لك هو عايز الرقم اللي يخص قائمة الدخل ولا الرقم اللي يخص قائمة المركز المالي. طبعا لازم يحدد لك، ما ينفعش يجيب لي السؤال كده ويسيبني، لازم يحدد لك هو عايز الرقم بتاع الدخل ولا الرقم بتاع المركز المالي. تمام، هو ده شكل السؤال في الامتحان. حاطط لكم انا برضو سؤال الامتحان اللي فات، ادي اللي جه في الامتحان اللي فات، امتحان يوليو 2019 على التسويات الجردية، هم دول فقط. سؤال عن تسوية الإيرادات والمصروفات وسؤال عن الإهلاك ومجمع الإهلاك وشكرا، هو ده اللي جه في الامتحان اللي فات. تمام، لازم يحدد لي في سؤال الامتحان هو عايز الرقم بتاع مين. يعني عند الجرد تصبح قيمة التأمين ضد الحريق التي تخص السنة والتي يجب أن تحمل على قائمة الدخل، لازم يحدد لي هو عايز بتاع مين، قائمة الدخل ولا قائمة المركز المالي. ده شكل السؤال في الامتحان. تعالى ده نحل ونشوف هنتعامل ازاي. ظهر ضمن أرصدة ميزان المراجعة، أخلي بتاع الملزمة لك أنت، هديك مثال من عندي. ظهر ضمن أرصدة ميزان المراجعة لشركة أهلاوي وافتخر، واللي مش عاجبه يروح، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. إيجار بـ10,000، إيراد استثمار 20,000، مصروفات بيع 30,000، عمولات دائنة 60,000، إيراد فوائد 20,000، مصروفات أجور ومرتبات 30,000. إذا علمت مال، واحد الإيجار الشهري 1,000 جنيه، اتنين إيراد استثمارات مستحقة 5,000، تلاتة
مصروفات بيع وتوزيع عن السنة 35,000، 4 هناك عمولات مقدمة 10,000، 5 إيراد فوائد عن السنة 25,000، 6 هخلي دي معلش 15، 6 مصروفات الأجور الشهرية 2000. يلا يا حاج، ده مثال شامل لكل حاجة. معلش ممكن سؤال يا دكتور بس من غير ما تشتم يعني. ماشي. ايه العمولات الدائنة دي؟ عمولات دائنة، كلمة عمولات يعني سمسرة، وأي كلمة دائن قلنا معناها إيراد. أي كلمة دائن تقابلك معناها إيراد. أي كلمة مدين معناها مصروف. يعني الحاجة الدائنة تبقى إيراد يا دكتور؟ أي كلمة دائن معناها إيراد. أي كلمة مدين معناها مصروف، لأن الإيرادات دائنة والمصروفات مدين. يلا يا حبيبي، يلا بسم الله. بيقول لي ظهرت ضمن أرصدة ميزان المراجعة لشركة أهلاوي والفخر ليا إيجار ب10، إيراد استثمار 20، مصروفات بيع 30، عمولات دائنة 60، إيراد فوائد 20، مصروفات أجور ومرتبات 30، إذا علمت ما هي. الإيجار الشهري ب1000 وإيراد استثمارات مستحقة 5، مصروفات بيع وتوزيع عن السنة ب35، هناك عمولات مقدمة ب10، إيراد فوائد عن السنة ب15، مصروفات الأجور الشهرية 2000. أمسك واحدة واحدة واشتغل عليها. قلت لك معنى كلمة ظهر في ميزان المراجعة، ده كده الرصيد، دول كده الرصيد بتوعي. ومعنى كلمة الرصيد معناها المدفوع، يعني ده اللي اتدفع فعلا. دول كده اسمهم التسويات الجانبية بتاعتي. طيب قلنا كل حاجة بيطلع منها رقمين، رقم رايح لقائمة الدخل والرقم التاني رايح للمركز المالي. طيب أول حاجة أدي الإيجار، الإيجار بتاعي ب10,000. طب اللي يخص الإيجار إيه؟ قال لي الإيجار الشهري ب1000. أروح كاتب كده، عايزك تحلها بنفس الشكل اللي أنا بوريه لك ده. أسهل طريقة لحلها عشان ما أتلخبطش. أدي الإيجار ب10,000، ده اللي اتدفع، وأنا عايز رقم يروح لقائمة الدخل ورقم يروح للميزانية. يلا يا حبيب قلبي، الرقم اللي رايح لقائمة الدخل حاجة من 4، ها شهري في 12، سنوي زي ما هو، مستحق يجمع، مقدم يطرح، ما عندناش غير الـ4. فجه وقال لي الإيجار الشهري بـ1000، يبقى أنا كده أدي الـ1000 في 12 ب 12,000. بـ 12,000، ده كده السنوي على أساس الاستحقاق. طب تعالى هات لي الميزانية، أبدأ أقارن بين اللي اتدفع والسنوي. خلي بالك بقارن اللي اتدفع، يعني بمسك اللي اتدفع الأول أشوف أنا السنوي أكتر ولا أقل. طيب دلوقتي أنا الإيجار بتاعي 10 والمفروض أدفع 12، يبقى كده الرصيد بتاعي أكتر ولا أقل؟ أقل. أقل بكام يا حبيب قلبي؟ أقل ب 2000. طالما أقل يبقى اسمه مستحق. أدي العروسة والمهر بتاعها، هات لي العريس يلا. الإيجار إيه؟ مصروف. يبقى كده بقت اسمها مصروفات مستحقة. أرصدة مدينة ولا دينة؟ أرصدة دائنة. وكده خلصنا أول تسوية. خش على اللي بعده. إيراد استثمار.
ب 20,000، اروح كاتبه كده، ادي ايراد استثمار 20,000، وانزل رقمين، رقم رايح لمين ورقم رايح لمين؟ رقم رايح للدخل ورقم رايح للميزانية، المركز المالي. ماشي. اللي يخص الدخل كام حاجة؟ 4 للمرة العشرة، 12 يعني شهري، 12 سنوي زي ما هو، مستحق يجمع، مقدم يطرح. تمام. جه وقال لي إيراد استثمارات مستحقة ب 5، أي مستحق يحصل له إيه؟ يجمع. أدي 20,000 زائد 5 تبقى 25,000. طب تعالى لي كده للميزانية، أنا حصلت 20، المفروض أحصل كام؟ 25، يعني في 5,000 مستحقة. ولو فكرت فيها، أنا عايزك تمشي على على حاجة واحدة بس، أنت لو فكرت فيها هتلاقي إن دي هي اللي مديها لي أصلا. أدي إيراد مستحق ب 5، أدي المستحق ب 5، هي هي، بس أنا عايزك تمشيها دايما بالمقارنة عشان ما تطلعش. أدي اللي فوق 20 والثانوي 25، يبقى أقل، يبقى مستحق. تمام. وهي أصلا دي العروسة ودي اللي المهر بتاعها. هات العريس يا حاج. العريس إيراد. الإيراد المستحق أرصدة مدينة ولا دينة؟ أرصدة مدينة. اللي بعده مصروفات بيع ب 30,000. ماشي. ادي مصروفات بيع 30,000، انزل رقمين، رقم للدخل ورقم للمركز المالي الميزانية. هات يلا بتاع الدخل. قال لي مصروفات بيع وتوزيع عن السنة ب 35. السنوي ده بيحصل ايه؟ ينزل زي ما هو، ادي ال 35. قارن يلا، انا عندي هنا 30، واللي المفروض ينزل في قائمة الدخل 35، اقل ولا اكتر؟ اقل، يبقى مستحق، في 5,000 مستحقة. هو كله طالع معايا مستحق ليه؟ مدي مقدم؟ طب حلو، مستحقة. تمام. العروسة والمهر. هات العريس يا حاج. مصروفات بيع من اسمها، يعني ده مصروف ايه؟ مستحق. المصروف المستحق أرصدة ايه؟ أرصدة دائمة. طيب غيره، هات اللي بعده، عمولات دائمة. كلمة عمولات دائنة، أي كلمة دائن يعني إيراد. أدي عمولات دائنة، عمولات دائنة ب 60,000. أدي الرقم بتاع الدخل وأدي الرقم بتاع الميزانية. ماشي. قال لي هناك عمولات مقدمة ب 10، المقدم يحصل له إيه؟ يطرح، يبقى 60,000 ناقص 10,000 تبقى 50,000، ده كده السنوي بتاع قائمة الدخل. تبعت الميزانية، أنا حصلت 60، المفروض أحصل 50، يبقى أنا محصل أكتر، أكتر يعني مقدم. ولو بصيت في السؤال هتلاقي أصلا دي اللي جاية لك في التمرين، بس أنا عايزك تشتغلها بالمقارنة على طول، بس عشان ما حدش يطلع لي يتفزلك كده ويقول لك يا دكتور ما هي كاتبه لي ايه مقدمه. انا عارف، بس انا عايزك تمشيها بالطريقه دي دايما، اقارن بين الرصيد والسلم عشان ما تلخبطش. طيب اقول لك كلمه عمولات دائنه يعني ايراد، يبقى انا عندي ايراد مقدم، الايراد المقدم ارصده ايه؟ ارصده دائنه. غير إيراد فوائد ب 20,000. ماشي. قال لي إيراد فوائد عن السنة ب 15، ادي الرقم بتاع الدخل وادي الميزانية.
الرقم بتاع الدخل بيقول لي ايراد فوائد عن السنة، يعني ده السنوي، يبقى ينزل زي ما هو. قارن يلا بين ال20 وال15 كده اكتر ب5000، ادي ال5000 مقدم. وهي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايراد، يبقى ده ايراد مقدم، يبقى ارصدة دائنة. ماشي. مصروفات اجور ومرتبات ب30، اجور ومرتبات ب30، ادي الرقم الدخل وادي رقم المركز المالي. بيقول لي مصروفات الاجور الشهريه ب2000، طالما شهريه يبقى دي 2000 في 12 ب24000. قارن يلا، انا عندي الاجور هنا 30 وهنا 24، يعني انت دافع اكتر ولا اقل؟ اكتر، اكتر ب6000، يبقى هنا كده ده مقدم. طب هات العريس يلا، اجور دي مصروفات، مصروف مقدم، والمصروف المقدم ارصده ايه؟ ارصده مدي. عندي سؤال ب5 جنيه، سؤال بخمسة جنيه سؤال بخمسة جنيه مرة واحدة يا دكتور، أنت كده واثق إن مفيش حد هيحل. الدرس ده فكرني بالمنطقة المتوقعة يا دكتور. يا نهار أبيض، اللي دخل المنفعة المتوقعة في المصري. قلنا بنفصل بعد 25 هو دقيقة. هو عندنا كذا وطالب كذا. هي هنا برضو لما بتقول ان هو دفع كذا وهو مثلا اللي هو اللي عليه. ماشي يا عم. مصروفات بيع مدفوعة لمدة سنتين بمبلغ 24000، إذا علمت أن مصروفات البيع والتوزيع مدفوعة من 1/7/2018. عايز منك الرقم اللي يخص الدخل، وعايز منك الرقم اللي يخص المركز المالي. اللي هيعرفها حلال عليه الجنيه ونص. سبعة اللي انا سبعة سبعة تلاف قيمة الدخل. ها؟ تمام يا سبعة دكتور. تلاف قيمة الدخل وبقية المبلغ المركز المالي. ماشي. اسمك وسنك وعنوانك؟ منى عبد الغني. ماشي. 7000 قيمة دخل والباقي مركز. ماشي. نقسم على الاديشن دي سنتين يا دكتور، ولا كلامي غلط؟ عشان هو احنا متحللين سنة واحدة. تمام. ها كمل كده. الجراءة حلوة، مفيش كلام، الجراءة حلوة. يعني مثلا مصدر التوزيع. ها كمل كمل دكتور، احنا كان من شهر 12 شهر. ثواني يا جماعه اسمعوا بس، ثواني الاول بس الراجل يكمل، اسمعوا بس الاول. معلش النت بس، انا شايف مصروفات بيع وتوزيع مدفوعه لمده سنتين بمبلغ 24000. احنا عندنا اساسا اللي تحكموا في سنه واحده بس، المفروض عندنا سنه واحده بس، يبقى ال 24 دي نسموها على يبقى 12. اذا علمت ان مصروفات البيع والتوزيع مدفوعه من 1/7/2018، من 1/7 احنا برضه هنبقى نص السنة، يعني 30/6. أنا مش هتفرق معايا إن 1/7 دي يا دكتور، لأن أنا بعمل كده 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 في الآخر خالص. يعني ال 12000 دولت دفع خلال السنة. لو مش هتفرق ما كانش ذكرها في المثال. هتبقى 6000 في الدخل و18000 في الميزانية. 6000 دخل والميزانية 18. ماشي. نسمع آراء تانية. هي مش هتبقى 7، هيبقى
7 و8 و9 و10 اللي قال بس خلاص عشان نسمع الباقي. 12,000 في قيمة الدخل يا دكتور. 12,000 في الدخل ماشي. حد عنده رأي تاني؟ هو احنا يا دكتور المفروض هنجيب لغاية نهاية السنة من شهر 7 ل 12 وده سؤال بجنيه ونص عايز انا اغشش. هنعرف كان بخمسة هنقسم ال 24,000 على 12 هنشتغل على الشهري. وبعد كده هنجيب باقي الميزانية يعني هنجيبها هنضرب بقى بعد كده في باقي الشهور. اضرب يا شيخ بس حاجة كده. ماشي. رأيك يحترم. أنا ما قلتش لحد صح ولا غلط لغاية دلوقتي. ها اللي عنده رأي تاني اتفضل. محدش عنده رأي تاني؟ يا دكتور أنا بس اللي لما كان هنضرب ال 24 هنضرب ال 24 في 6 على 12. ده حد غشش حالي كده. ماشي لا وربنا ما احنا دلوقتي بدأنا من 1/7 ماشي من 1/7 لحد اخر السنه يبقى كده 6 شهور ماشي صح كده؟ رايك يحترم ماشي غيره حد عنده راي اخر؟ احنا دلوقتي يا دكتور المفروض ان هو مدينا سنتين احنا بنعمل عن السنه تمام؟ فالمفروض ان السوم 12,000 ال 12,000 دي يعني بالنسبه لقيمه قائمة الدخل هيبقى نصهم 6,000 تمام؟ وهيبقى في دلوقتي ال 12,000 ده طيب عشان انتوا ماسكيني في نصهم 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 خليها 1/9 مستحق 6 خليتها 1/9 عشان ماسكيني في نصهم وانتوا نصهم 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 1/9 اخليها 1/3 اخليها 1/2 القصة مش في نصهم ولا ربعهم. قائمة الدخل يا دكتور 12,000 يا دكتور احنا كده التاريخ خليته 1/9 24,000 يعني انتهي 31/8 اللي هو اللي بعد السنتين يا دكتور احنا هنحسب السنتين بداية من 1/9 دكتور طه الدكتور هي قائمة الدخل بتطلع عن سنة واحدة ازاي هتحسب سنتين؟ لا مش قصدي انا قصدي المبلغ السنتين دول هيبداوا من 1/9 دكتور طه مالناش دعوه بالتاريخ برضه 28 فهنا 24 مالناش دكتور طه لو سمحت اقول لاخر واحد يا صلاح كده في 21,000 مصروف مقدم ماشي يلا مش 4,000 مش المفروض 4,000 طيب ممكن ادخل عايزك اقول انا كمان بص عايز تقول قول يا غالي 12,000 في الدخل وهيبقى 12,000 مقدم المهم ان الدكتور ما قالش لحد دي صح ولا غلط انا نتيجه الخمسه الجديده دي هي تتفاجئ 24 خلينا نقول احسن كله يقفل الدخل انت رحت خدت شقه ايجار رحت مدي الراجل 24,000 قلت له خد ال 24,000 دي خد ال 24,000 دي كده لمده سنتين تمام انت اجرت الشقه امتى يوم 1/9 ابدا انا كصاحب شقه بحسب كل سنه لوحديها احنا قلنا مده المحاسبه سنه واحده بس ما ينفعش اكتر من سنه سيادتك السنه بتاعتي بتبدا من 1/1 وتنتهي 31/12 ما ينفعش في المحاسبه اكتر من سنه طيب انا عشان اطلع من المطب ده واحسب تكلفه سنه 2018 المصروفات اللي تخص سنه 2018 احسبها ازاي ليها 3000 طريقه للحل في ناس كتيره بتحلها بطرق مختلفه كل واحد على حسب يعني الطريقة اللي بيوصلها أنا عايز أسهل طريقة اللي توضح لي الدنيا أنا دفعت كام؟ 24,000 دفعتها لمدة كام سنة؟ سنتين طب السنتين دول كام شهر؟ 24 شهر فأنا هقسم ال 24,000 على 24 شهر عشان أعرف الشهر بكام ب 1000 جنيه
اجي هنا في قائمه الدخل اروح قايل له 24000 على ال 24 شهر. ليه 24 شهر؟ عشان قال لي سنتين. طب قال لي لمده سنه واحده هقسم على 12، قال لي لمده 3 سنين يبقى 36. حلو قوي، يبقى انا كده الشهر بتاعي ب 1000 جنيه. حلو قوي، ده اول حاجه اعملها ان انا اقسم عشان اطلع في الشهر 1000 جنيه. اجي اشوف بقى السنه بتاعتي، الراجل ده خد الشقه ايجار من يوم 1/9، ابدا احسب على ايديا على ايديك كده 9 و10 و11 و12. ما تقوليش من شهر 9 لشهر 12 3 شهور، لا ده بدا من 1/9. طب هو ممكن يبدا من اخر السنه؟ اه من 31، من اخر الشهر من 31. طب ممكن يجي لي من 10/9 ولا 12/9؟ لا مش عليك، ان شاء الله في الترم الثالث الرياضه ماليه ان شاء الله من 10/9 2/9 3/9. لكن اللي علينا في المحاسبه من 1/9 او مثلا من 31/9، يا اول الشهر يا اخر الشهر. لو من اول الشهر تاخد الشهر معاك، يبقى هتقول 9 و10 و11 و12، يبقى كده 4 شهور، يبقى ال1000 في الاربعة، يبقى اللي يخص قائمة الدخل 4000 بس، الباقي يخص الميزانية 20000. وطبعا انا دافع اكتر، ده انا دافع لك مقدم سنتين، يعني ده كده مصروف مقدم 20000. ما هو ده اللي انا قلته اخر جمله، لان ال 4000 بس هو اللي قايمه الدخل، وال 20 باقي ال 20 ميزانيه. ماشي يعني في ناس كتير حلتها صح. تمام، يبقى انا لو اداني من اول الشهر اخد الشهر معايا واوصله بيه لغايه شهر 12، اداني من اخر الشهر نفترض نفس السؤال وقال لي من 31/9، يبقى عد من شهر 10، يبقى 10 و11 و12 3 شهور بس. تمام. طيب والسنه الثانيه يا دكتور انا مالي بيها؟ لما اعمل بقى المركز المالي بتاع السنه اللي بعديها بقى هنزل فيهم دول. ما هو اصلا كمعلومه ليك، معلومه ليك انت، ال 20000 اللي هتنزل في الميزانيه دي مقدم، دي بتترحل للسنه اللي بعديها، يعني هتروح نازله في الرصيد بتاع السنه اللي بعديها. كمعلومه ليك انت، المقدم والمستحق ده بيترحل للسنه اللي بعديها، لكن احنا اللي يخصنا السنه دي. فهمتني؟ تمام. طيب واحدة زيها عشان تثبت، عشان اللي ما فهمهاش، إيراد عقار إيراد عقار ب 24000. إذا علمت أن إيراد العقار محصل لمدة سنة من 31/5/2017، عايز الرقم اللي يخص سنة 2017، دخل ومركز مال. أجي في الدخل إيراد العقار بكام؟ ب24000، متحصل لمدة كام؟ لمدة سنة. السنة كام شهر؟ 12 شهر، يبقى أقول له 24000 على ال 12 شهر، يبقى الشهر بتاعي ب 2000 جنيه. ده أول خطوة. أجي في تاني خطوة، هو بدأ من كام؟ من 31/5، طالما من آخر الشهر يبقى أمسك كده من الشهر اللي بعده، يبقى 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، يبقى 7 شهور، يبقى ال 2000 في السبعة، يبقى اللي يخص قائمة الدخل 14. طيب اللي يخص الميزانية، ادي هنا 24 وهنا 14، يعني في 10000 مقدم، وده طبعا ايراد، يعني ايراد مقدم، تبقى ارصدة ايه؟ ارصدة دائن. تمام يا معلمين؟ دكتور يعني لما يجيب لنا تاريخ نعمل الخطوة دي، ما جبناش تاريخ بننزل بالمبلغ نفسه، صح كده؟ هو احنا ما عندناش اشكال تانية، يا ادهالي صريحة زي اللي خدناهم دول كلهم، يا ادهالي التاريخ، بس ما عندناش اشكال تانية لتثبيت الكيرباي. تمام. تمام يا معلمين؟ طيب بص بقى،
انا كل مره الصراحه للامانه، ما هو ده الصح، يعني ان نطلع بيك سلم درجه 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 كده لغايه ما بنقفل، فتلاقيني دايما مبدا السهل اصعبها شويه 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 لغايه ما بنقفل خالص. ده اللي انا بعمله معاك في كل محاضره، الا المحاضره دي اللي انت خدته بامانه بامانه بجد بصدق، اللي انت خدته ده هو ده الصعب، اللي انت خدته كده الايرادات والمصروفات دي هو ده الصعب، تمام. اللي جاي بقى حاجات حبي كده، احنا كل التسويات الجردية اللي طبقها عليك الدكتور احمد الصباح كلهم 4 تسويات، تسوية الايرادات والمصروفات اللي احنا خلصناها، تسوية بضاعة اخر المدة، تسوية المدينون، وتسوية اهلاك الاصول. دول ال4 تسويات اللي مطبقين عليك الترم ده. فاحنا خدنا اكبر حاجة واللي هو من واقع تعاملي مع الطلبة بس ما عدا الترم ده للامانة. الترم ده ما شاء الله الدفعة جميلة قوي، يعني عجبها الايرادات والمصروفات سواء انتوا او اللي في السنتر، عجبهم قوي موضوع الايرادات والمصروفات، اللي هي اصلا لو سألت اي حد من الدفعات القديمة يقول لك يا لهوي ده انا ما حلتهاش في الامتحان، يا لهوي ده انا سبتها، يا لهوي ده انا ما اعرفش ايه البعبع بتاع الجامعة اللي انتوا خدتوه ده. فالحمد لله عدت بخير عليك، على الله ما تجوليش في العبط دول ونستهبل، احسن تكونوا ماشيين الدنيا بالعكس تبقى كارثة. لا ما يغركش، احنا معاك في المحاضرة هايلين، تعالى بكرة اسألنا هتلاقي كله ما شاء الله ضرب سوفت يعني. ماشي. نيجي للتسوية الثانية الخاصة بقطاع آخر المدة. بضاعة آخر المدة، بضاعة آخر المدة يا معلم ليها سعرين، إيه السعرين بتوعها؟ هل السعر الأولاني هو سعر السوق، كلمة سعر السوق كمعلومة ليك اللي هو سعر البيع، السعر الثاني هو سعر التكلفة، كمعلومة ليك سعر التكلفة اللي هو الشراء، يعني بمعنى صح البضاعة اللي أنا شايلها في المخزن دي ما هي بضاعة آخر المدة، يعني البضاعة اللي اتبقت في 31/12 مثلا 2018 هنزلها في الميزانية، قلنا بتنزل أصول متداولة عشان تطرحها لمين؟ ل 2019 زي ما كنت لسه بقول لأخوكوا دلوقتي، احنا الحاجات دي بتترحل للسنة الجاية، تمام. فأنا عندي حبة أقلام متشالين في المخزن، أنا لما أجي أحط الرقم بتاعهم في الميزانية هحطهم بسعر ايه؟ بسعر البيع ولا بسعر الشراء؟ نفترض مثلا انا ببيعهم ب10 وجايبهم ب7، جايبهم ب7 ببيعهم ب10، تمام؟ قال لي تحطهم بسعر ايه يا حاج في الميزانية بتاعتك؟ بالسعر الاقل، تشوف اقل حاجة فيهم كام؟ الاقل مين؟ سعر التكلفة. يبقى بضاعة آخر المدة في قائمة الدخل ب7 وفي الميزانية ب7، فاكر لما قلت لك الملحوظة بتاعت قائمة بتاعت بضاعة آخر المدة نفس الرقم اللي بينزل في قائمة الدخل هو اللي بينزل في الميزانية، يبقى أنا بختار لبضاعة آخر المدة السعر الأقل. نفترض جه وقال لي سعر السوق ب20 وسعر التكلفة 25، يبقى هنزل قائمة بضاعة آخر المدة بسعر كام؟ ها قول لي على طول. ها 20 الأقل 20، ده هاخد بالسعر الإيه؟ الأقل، يبقى أنا هنزل بضاعة آخر المدة بال20. واضحة؟ يبقى التسوية الجردية الخاصة ببضاعة آخر المدة باخد السعر الأقل. حد مش فاهمها؟ بس كده دكتور؟ درس التسوية بضاعة آخر المدة. حد مش فاهمها؟ مثال بقى دكتور. طب سؤال يا دكتور بذلك. هو ده المثال. سؤال عليك. لا سؤال مش مثال. بالله. لا لا. برضو؟ ماشي النت. والله هو ده السؤال. والله بس مين اللي بغى. بس يا جدعان متفاجئين ليه النهارده؟ كشكرك.
يعني كده بتضايقنا يعني. البضاعة آخر المدة 60,000 بسعر السوق، علما بأن سعر التكلفة 50,000. ها هنزلها بكام؟ 50,000. بس هو ده والله السؤال. ده حلو جدا يا دكتور. واحنا قلنا بضاعة آخر المدة نفس الرقم اللي بينزل في الدخل هو هو اللي بينزل في الميزانية، يعني ما عنديش اختلاف بين الاثنين، اللي بينزل في الدخل هو هو اللي بينزل في الميزانية. خاصة بإهلاك الأصول الثابتة. طبعا قلنا من المحاضرة اللي فاتت أي أصل ثابت ليه إيه؟ لإهلاك. وقلنا كلمة إهلاك يعني إيه؟ يعني استهلاكك للحاجة. أفكرك أحسن تكون نسيت. دلوقتي إحنا قلت لك افتكرها بموبايلك، أنت اشتريت الموبايل دلوقتي ب 3000 جنيه. استخدمته لمدة سنة، بعد سنة هتبيعه بكام؟ سي مثلا ب 2000 جنيه. أنت كده بتقول أنا خسرت؟ لا أنت ما خسرتش، ما أنت استخدمته لمدة سنة. فال 1000 جنيه دي كانت استهلاكك للسنة. هو ده الإهلاك. فالإهلاك بصفة عامة بقى كشغل بقى كبير وحاجات كبيرة، الإهلاك ده قبل الأصل. أنا ما حضرتش الإهلاك لأني كان النت الزوم كان فصل و دي اللي بقوله أهو. طيب تمام. أنا ما حضرتش الإهلاك. يا جدعان ما أنا بقوله أهو أقسم بالله. فالإهلاك الإهلاك أستوني وربنا أولي. ماشي. الأصول بتاعتي الإهلاك بفضل أستهلكها لغاية ما تتحول لخردة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا الفيات، كلنا عارفين العربية الفيات ال 128 مثلا انتاجها من 79، شوف سنة 79 كانت كام، ولا 76 ولا 74، شوف انتاجها كان ساعة انتاجها كان بكام، شوف دلوقتي تجيبها بكام. ما هو ده إهلاك، هتفضل تستهلك 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 لغاية ما تتحول لخرد. أي أصل نفس الكلام، أي آلة، المبنى، أي مبنى هيجيله يوم ويتهد. فأي حاجة بتنتهي لها عمر افتراضي. طبعا ما عدا قلنا مين؟ ما عدا الأراضي. الأراضي لها عمر افتراضي، الأرض شغالة معاك على طول، عشان كده الأراضي الوحيدة اللي ليس لها إهلاك. جميع الأصول تستهلك ما عدا الأرض. ماشي. نيجي بقى للتسوية بتاعتنا. دلوقتي إحنا قلنا عندنا حاجة اسمها إهلاك وعندنا حاجة اسمها مجمع إهلاك. وكلمة مجمع هي كلمة مخصص. مجمع إهلاك. طيب مجمع الإهلاك ده إيه معنى كلمة إهلاك؟ ما إحنا بنقول إهلاك أصول ثابتة. فالأصل الثابت ده بيقعد معايا أكتر من سنة. قلنا معنى كلمة أصول ثابتة اللي هي طويلة الأجل، بتقعد معايا أكتر من سنة. فأنت نفترض مثلا مشتري العربية من 2015، استهلكتها في 2015 ب 1000 جنيه، وفي 2016 ب 2000، وفي 2017 ب 1000 جنيه، وفي 2018 بكذا. فإحنا بنحسب إهلاك السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بجمعهم على بعض، هم دول اسمهم مجمع إهلاك. فكلمة مجمع إهلاك معناها إهلاك وإهلاك وإهلاك وإهلاك، جمعتهم على بعض بقوا اسمهم إيه؟ مجمع إهلاك. حلو قوي. وطبعا إحنا قلنا جميع التسويات، جميع المحاسبة بتاعتك مدتها سنة، يعني الإهلاك ده مدته سنة. ماشي. فقال لي يا عم الحاج آدي الرقم اللي يخص قائمة الدخل، وادي الرقم اللي يخص قائمة المركز المالي. جميع التسويات هنمشيها بنفس الشكل، دخل ومركز مالي. فالرقم اللي يخص قائمة الدخل ايه هو، والرقم اللي يخص المركز المالي ايه هو؟ فقال لي الرقم اللي يخص قائمة الدخل هو قيمة الإهلاك نفسه، ده مصروف ومصروف بينزل من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية في قائمة الدخل اللي هي الإهلاكات. هتلاقيني كاتبها لك حتى في الملزمة إهلاكات. كلمة إهلاك دي بتنزل في قائمة الدخل في مصروفات إدارية عمومية. فقال لي أنت عندك نوعين من الإهلاك. إيه هما النوعين اللي من الإهلاك دول؟ قال لك عندك حاجة اسمها قسط إهلاك، اسمه قسط ثابت. وعندك النوع الثاني اسمه قسط
متناقص. طب وانا هحل بالقسط الثابت ولا هحل بالقسط المتناقص؟ لازم يا حبيب قلبي يحدد لك التمرين، لازم يحدد لك هو عايز القسط الثابت ولا القسط المتناقص، لازم يحدد في التمرين، ما بتحلهاش من نفسك. ماشي. القسط الثابت بعمله ازاي؟ قال لي شوف الاصل بتاعك بكام، تكلفه الاصل، وضربه في نسبه الاهلاك اللي هيديها لك برضه في التمرين، انت ما تجيبش حاجه من عندك، في نسبه الاهلاك او معدل الاهلاك هيدولك جاهز في التمرين، كل ما عليك غير انك تضربهم في بعض وخلصت. طب القسط المتناقص، قال لي هي كل الفكره ان احنا عندنا اسطول كل ما بتروح قيمتها بتقل، كل ما تروح قيمتها بتقل، كل ما تروح قيمتها بتقل. بمعنى انا دلوقتي انا دلوقتي مثلا العربيه مثلا ب 100,000 جنيه، استهلكتها في السنين اللي فاتت ب 10,000 جنيه، يبقى انت رصيد العربيه بقى كام؟ بقى 90,000. تاني معلش، العربيه ب 100,000 جنيه انت استهلكتها في السنين اللي فاتت ب 10,000 جنيه، يبقى انت ثمن العربيه بقى كام؟ بقى 90,000 جنيه، اللي هي لو تفتكر في الجزء الاول كنت بقول لك القيمه الدفتريه، قلت لك كلمه قيمه دفتريه معناها ايه؟ معناها الاصل ناقص الاهلاك بتاعه، وخدناها برضو في المحاضره اللي فاتت. يعني اللي عايز اوصله لك ان في القسط المتناقص هتمسك تكلفة الأصل تطرح منه مجمع الإهلاك، طبعا كل ده هيدولك جاهز، ما بتجيبش حاجة من عندك، واللي يطلع هتضربه في نسبة الإهلاك برضو جاهزة ما بتجيبش حاجة من عندك. يبقى أنا عندي نوعين لحسبة الإهلاك على حسب ما هو يحدد. جه وقال لي قسط ثابت، يبقى همسك ثمن الاصل واضربه في نسبه الاهلاك على طول. جه وقال لي قسط متناقص، يبقى هيبقى همسك الاصل اطرح منه مجمع الاهلاك، واللي يطلع اضربه في نسبه الاهلاك. دول كده اللي يخصوا قائمه الدخل. طب اللي يخصوا المركز المالي خدناها. معلش يا دكتور، ممكن، انا اسف يا دكتور، معلش ممكن تعيدها تاني قبل ما نروح للمركز المالي عشان مش مجمعه معايا كويس؟ طيب هتجمع معاك اكتر لما نحل مثال عليها دلوقتي. هي نسبه الاهلاك دي دكتور بتبقى موجوده في التمرين؟ ما كنتش مركز مع حد. دلوقتي احنا الاهلاك بتاعنا اللي يخص قائمه الدخل عندي نوعين، هو اللي يحدد في التمرين، ما بخترعش من عنده، هو اللي يحدد في التمرين، يجي يقول لي بطريقه القسط الثابت او بطريقه القسط المتناقص. لو قال لي بطريقه القسط الثابت امسك تكلفه الاصل، جه وقال لي مثلا مباني ب 100,000 بمعدل اهلاك 10%، يبقى 100,000 في 10% وخلص، هو ده القسط الثابت. طب جه هنا بطريقه القسط المتناقص، قال لي تكلفه الاصل ناقص مجمع الاهلاك، واللي يطلع ضربه في نسبه الاهلاك. جه وقال لي مباني ب 100,000 مجمع اهلاك ب 20,000 ومعدل الاهلاك 10%، يبقى اقول له 100,000 ناقص 20,000 تدينا 80، 80 في 10% ب 8,000 وخلص. يبقى انا لازم يحدد لي في التمرين هو عايز قسط ثابت ولا قسط متناقص، ولازم يحدد لي في التمرين ثمن الاصل ونسبه الاهلاك والمجمع، يكتب لي كل حاجه وانا ما عليا فقط غير ان انا اطبق بس. ماشي. تيجي اللي يخص المركز المالي، خدناها المحاضره اللي فاتت، ما عندناش كلام جديد، خدناها من ناقص الاصل، من ناقص الاصل. الله ينور عليك، بس هنقولها تاني. اي اصل بنطرح منه مجمع الاهلاك، يعني المباني ناقص مجمع اهلاك المباني، الات ناقص مجمع اهلاك الالات، وخلصت. دي بتاعت المركز المالي اللي خدناها المره اللي فاتت. الحاجه الوحيده بس اللي معاك ان المجمع ده بتاع مجمع الاهلاك اللي احنا هنطرحه من قيمه الاصل، قال لي المجمع الاهلاك القديم، كلمه مجمع الاهلاك القديم ده يعني اللي جاي في ميزان المراجعه جاهز، زائد الاهلاك اللي انت حسبته ونزلته في قائمه الدخل. ده اهلاك اسمه اهلاك السنه، كلمه السنه دي اللي تخص المركز قائمه الدخل. حلوه قوي.
اروح ماسك الاصل واطرح منه مجمع الاهلاك ده اللي طرح. طيب تعال نشوفها في مثال عشان تركزوا اكتر. سيارات ب200,000 مجمع اهلاك سيارات 30,000، مباني 60,000 مجمع اهلاك مباني 10,000. اذا علمت ان تستهلك السيارات 10% قسط ثابت، تستهلك المباني 20% مثلا قسط متناقص. هو ده نيجي بشكل السؤال عندنا. عندنا شكل تاني. يلا يا حاج اشتغل. امسك كده، ادي السيارات. السيارات جايه لي ب 200,000. احنا عايزين الرقم اللي يخص الدخل والرقم اللي يخص المركز المالي. اجي للرقم اللي يخص الدخل، عندي طريقه اسمها طريقه القسط الثابت وطريقه اسمها متناقص. لو قال لي ثابت يبقى ثمن الاصل في نسبه الاهلاك على طول. لو قال لي متناقص يبقى ثمن الاصل ناقص مجمع الاهلاك واللي يطلع في نسبه الاهلاك. طب تعالى يلا، هو قال لي تستهلك السيارات ب 10% قسط ايه؟ قسط ثابت. يبقى دي ثمن العربية 200,000 في كم نسبة؟ 10%، يعني 20,000. وشكرا. وده طبعا مصروف إداري وعموم، هينزل في المصروفات الإدارية والعمومية في قائمة الدخل. طب تعالى المركز المالي. قال لي المركز المالي الخطوة بس اللي جديدة عليك إن المجمع اجمع عليه الإهلاك اللي أنت حسبته واللي يطلع اطرحهم من ثمن الاصل. يعني ايه يا حاج؟ يعني مجمع الاهلاك هيساوي المجمع القديم. اداني اهو مجمع اهلاك سيارات في المساله. المجمع القديم بكام؟ ب 30,000. وانت حسبت دلوقتي اهلاك بكام؟ ب 20,000. يعني مجمع الاهلاك كله بقى كام؟ بقى 50,000. يبقى المجمع اللي جالي في التمرين زائد الاهلاك اللي انا حسبته. طيب ده كده المجمع. يبقى ثمن العربية 200,000 ناقص مجمع الإهلاك كله ب 50,000، يعني القيمة الدفترية للعربيات 150,000. دي كده القيمة الدفترية للسيارات. طيب تعالى هات لي المباني عشان تركز أكتر. ما هو الفرق ما بينهم هي كلمة بس، كلمة قسط ثابت وقسط متناقص، لكن الاثنين حاجة واحدة. يلا يا حاج، ادي المباني ب 60,000، ادي الرقم اللي يخص الدخل وادي الرقم اللي يخص المركز المالي. امسك الرقم اللي يخص الدخل، قال لي تستهلك ب 20% قسط متناقص. طالما قال لي قسط متناقص يبقى سيادتك ادي 60,000 تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك المباني، قال لي مجمع إهلاك مباني ب 10,000 في نسبة الإهلاك، قال لي بطريقة القسط المتناقص ب 20%. 60 ناقص 10 يبقى 50، 50 في 20% ب 10,000. وخلصت كده الرقم بتاع قائمة الدخل. طب تعالى للمركز المالي، أدي المجمع، أطلع المجمع الأول، مجمع الإهلاك الأول. المجمع القديم اللي هو ب 10,000 وانا حسبت دلوقتي اهلاك جديد ب 10,000 يبقى 20، يبقى كل المجمع بتاعي 20,000. تبعات القيمه الدفتريه للمباني، المباني نفسها ب 60,000 ناقص المجمع كله مجمع الاهلاك 20,000 يبقى ثمن المباني 40,000. وشوف هي دي تسوية اسمها تسوية الإهلاك، إهلاك الأصول. اللي عنده سؤال فيها يتفضل. دي جميلة جدا. صعبة يا دكتور. صعبة؟ ده فين الصعبة؟ لا 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 خالص. لا صعبة يا دكتور، سهلة جدا. آلات. حط شوية كويس.
ب70,000 مجمع إهلاك آلات 20,000. جه وقال لي تستهلك الأجهزة 10% قسط ثابت وتستهلك الآلات 20% قسط متناقص. اوعى تحفظ لي النسب امس ايدك، هخليهم الاثنين ب 10%. اوعى تحفظ لي النسب امس ايدك، ما عندناش حفظ. جدع حبيبي، جدع ضناي اللي هتنسطر يا رب، ما عندناش حفظ. ماشي يلا حبيب قلبي، همسك كده الاجهزه. الاجهزه رصيدها ب 90,000. انا عايز رقم للدخل ورقم للمركز المالي. الرقم اللي يخص الدخل على حسب طريقه القسط، قال لي تستهلك بقسط ايه؟ قسط ثابت، يبقى ماليش دعوه بالمجمع. همسك ال 90,000 في 10% تبقى ب 9,000. اللي يخص الميزانيه رقمين، اطلع الاول المجمع. انت ممكن تعملهم في خطوه واحده بس لما تتدرب اكتر يعني، بس انا عايزك تعملهم على خطوتين عشان ما تتلخبطش. اطلع رقم المجمع الاول، قال لي المجمع ده اجيبه ازاي؟ المجمع القديم اللي جاي لك في التمرين والإهلاك اللي انت حسبته. المجمع اللي جاي لي في التمرين ب 10,000 زائد الإهلاك اللي انت حسبته ب 9,000 يبقى كل الإهلاكات اللي عندك ب 19,000. هات بقى قيمه الاصل، ادي 90,000 ثمن الاصل، ثمن الاجهزه ناقص ال 19,000، يعني القيمه الدفتريه للاجهزه 71,000. طب تعالى للالات. الالات ب 70,000، عايزين الرقم بتاع الدخل والرقم بتاع المركز المالي. الرقم اللي يخص الدخل احنا قلنا ايه؟ مصروفات اداريه، اوعى تنساها، مصروفات اداريه وعموميه. الرقم اللي يخص الدخل على حسب هو قسط ثابت ولا متناقص. قال ان الالات تستهلك ب 10% متناقص. طالما متناقص يبقى امسك الالات ب 70,000 ناقص المجمع القديم بتاعها ب 20,000 في 10%. 70 ناقص 20 50 في 10% ب 5,000. مصروفات إدارية وعمومي. ماشي، تعالى المركز المالي. أطلع الأول المجمع، أنا مجمع الآلات القديم ب 20,000 زائد الإهلاك اللي حسبته ب 5,000، يعني كل المجمعات اللي عندي 25,000. ماشي، الأصل الآلات بكام؟ الآلات أصلا ب 70,000 ناقص المجمعات بتاعتها بكام؟ ب 25,000، يعني 45,000. يبقى ده كده اسمه مجمع الإهلاك اللي هينزل في المركز المالي، ودي اسمها القيمة الدفترية للأصل. وشكرا. هاي نجوم، طب سؤال ب 5 جنيه كده نشغل الكمبيوتر. سؤال ب 5 جنيه. الخمسة جنيه الأولانية كانت لمين بس ما حددناش؟ الخمسة جنيه الأولانية راحت لمين؟ راحت لله. سؤال بخمسة جنيه. يبقى ما حدش عارف يحل. لا خالص على فكرة. لا اللي مركز هيحل. اللي مركز هيحل. أساس ب 100,000. مجمع إهلاك. أساس ب 20,000 يستهلك الأساس ب 10% قسط ثابت. دكتور ممكن أقول حاجة؟ من 1
8/2017. اعتقد احنا لسه قايلينها من شويه، يعني هشوف الدماغ هتجيبها ولا لا. هنقسم على 12. تقسم على 12. دكتور ممكن تجيب الورقة اللي فاتت؟ حاضر. دكتور طه، هي الأساس ب100,000 صح؟ آه. يستهلك ب10% قسط ثابت من 1/8. طب يا دكتور، هو انت جامع المسألة دي غلط، مش المفروض 90,000 زائد 10,000 ب100,000؟ هي 9,000 مش 90,000. ادي هنا 90,000. يا ماما احنا بناخد ايه الاهلاك اللي حسبناه؟ مش باخد ثمن الاصل، انا باخد ايه الاهلاك؟ طب عايز اسالك السؤال بس يا دكتور كده. اتفضل. اقولها لك يا دكتور؟ قول. هيبقى بتاعت الدخل هتبقى ال 100,000 في 10% في 5/12. لا غلط غلط غلط. 5/12. ثواني بعد اذنك، ثواني بعد اذنك. في كم؟ في 5/12. برافو عليك، ممتاز جدا جدا جدا، بجد ممتاز. طب انا والله بحلها كده. طب والعشرين الاهلاك دي يا دكتور راحت فين؟ نعمل بها ايه؟ ما هو قال لي قسط ثابت، احنا في القسط الثابت بناخد المكافأة. تمام. ممتاز يا مسعود، برافو عليك. اجي في قائمة الدخل، هو قال لي قسط ثابت. ماشي، قال لي قسط ثابت، طالما قسط ثابت يبقى ثمن الاصل في نسبة الاهلاك اللي هي 10%. بس قال لي من 1/8، واحنا قلنا امسك الشهور اشوفها لغاية شهر 12 بكام؟ 8 و9 و10 و11 و12، ادي 5 شهور. فاكر حسبة الفايدة اللي خدناها في أول محاضرة الفوائد؟ لما قلت لك لما يديك شهور اقسم عدد الشهور على 12، يبقى سيادتك هتقول 100,000 في 10% زي حسبة الفوائد. ما هي الفايدة سنة والإهلاك برضو سنة، ما احنا ما عندناش حسابات تانية، دي الرياضة على فكرة، مالهاش علاقة بالمحاسبة أصلا. الفايدة سنة والإهلاك سنة، من غير ما حد يقول. ادي ال 100,000 في 10%، ده الكلام ده لو مدتها سنة. بس هو جه هنا وقال لي من 1/8، يبقى 9 و10 و11 و12 بتاع ده 8 و9 و10 و11 و12 يعني 5 شهور، يبقى في 5/12. تمام. تطلع كام؟ 2000 يا دكتور. 2000. 2000. اجي للمركز المالي، شغلي واحد بقى، ما يفرقش، الحسبه كانت تخص السنه اللي هي بتاعت الدخل، لكن المركز المالي ملهاش دعوه. المجمع القديم بكام؟ المجمع القديم ب 20,000 زائد الاهلاك اللي حسبته كام؟ ب 2000، يعني 22,000. يبقى القيمه الدفتريه للاصل 100,000 ناقص 22,000 يعني 78,000. طيب واحدة كمان بخمسة جنيه برضه. الفلوس كترت. سيارات. ايه ده؟ دي سيارات دي؟ ماشي. سيارات يا دكتور. ليه؟ 100,000 في 10% في 5/12 مش ب 2000. طب استنى احسب، انا خدت منهم الرقم. استنى احسب. 4166.66. امال مين اللي قال لي 2000؟ انتوا بتملوني غلط؟ انتوا عايزين ابو صلاح تسقطوا العيال؟ ابو صلاح اللي قال. والله ما نطقت. الله يحرقك. والله ما اتكلمت.
انا بقول كنت احلها ما قلتش حاجه. ماشي، يبقى 24,166 و67 قرش، يبقى هنا ناقص، يبقى احسبوها انتم 100,000 ناقص 24,166 67 قرش. يا دكتور قول يا حبيبي. ممكن بعد اذنك اقول معلومه عشان زمايلنا اللي بيغلطوا في حسبه النسبه 10 او 15 ايام مجان، يعني هم يعني بيحسبوها تقريبا في 10 ما بيضربوش النسبه 10 على 100. لا هي ممكن تتحسب بطريقه غير كده يا دكتور، يعني نضرب 100,000 في بوينت 10 بوينت 10 يعني عشان ما نتوهش، في ناس بتحسبها في 100 وناس بتحسبها على 100. ما احنا قلنا 10% هي 10% هي 10 على 100. لا في ناس بتحسبها 10 في 100، او ساعات ناس تحسبها 10 على 100. انا يعني قلت اقول المعلومه دي لحضرتك قبل للناس الصمله يعني. شكر الله وسعيك يا زملكاوي، انت زملكاوي يا حبيبي. ماشي يا عم، انا انت قلت لهم انت بقى دمك محروق عشان الوطن اللي ضعفها، يعني بكمل معاك. ماشي، سيارات ب 50,000 تستهلك السيارات ب20% قسط متناقص، عايز الرقم اللي يخص الدخل والرقم اللي يخص المركز الأول. طب ما بتبقى 20 في 50 في 20 على 100. لا هتبقى 50 بس يا دكتور صح؟ الله ما فيش ما فيش اهلاك يا دكتور؟ ما فيش اهلاك فهتنزل ال 50 مش هنستخدم النسبة؟ يا باشا السؤال قدامك اهو. حلو. 10,000 ايه متناقص؟ ها 50,000 ناقص صفر ب 20 على 100. 20 على 100 طب ما كده بقت قسط ثابت. طب ما كده بقت قسط ثابت مش متناقص. لو هنعمل نفس ال 50 في ال 20 على 100 بقت قسط ثابت. بسمة وداليا برافو عليك، وكل واحدة ليها 75 قرش. طب ولا ايه؟ دلوقتي احنا قلنا القسط المتناقص التكلفة ناقص مجمع الإهلاك، واللي يطلع أضربه في النسبة. التكلفة بتاعتي 50,000 ناقص مجمع الإهلاك، ما عنديش مجمع أجيبه منين؟ ما عنديش، صفر في 20% تطلع ب10,000. طب الرقم اللي يخص المركز المالي مجمع قديم، ما عنديش مجمع قديم اللي هو بصفر زائد الإهلاك اللي حسبته 10,000، يعني هي ال 10,000 ده المجمع. يبقى القيمة الدفترية للأصل 50,000 ناقص ال 10,000 تبقى ب40. طيب سؤال تاني ولا كفاية؟ كفايه كده يا دكتور. سؤال تاني تشغيل دماغ ولا كفايه؟ سؤال ناخد المدينون يا دكتور قبل ما نهنج. طب سؤال واحد بس. مباني ب100,000 تستهلك المباني ب10% قسط متناقص، وعايز مني إهلاك السنة الأولى، وعايز مني السؤال ده موجود في الكتاب على فكرة، السنة الثانية، وعايز مني مثلا إهلاك السنة الثالثة وهكذا، يفضل إياكش يجيب لي 100 سنة، ما هي الفكرة واحدة. مين يقول لي هنا هنعمل إيه؟ أنا يا دكتور. قول يا حبيبي. بعد ما نطلع الرقم في الميزانيه ناخد الرقم الثاني ونضربه في 20 ثاني، وبعد ما يطلع في الميزانيه الرقم الاخير نضربه في 20 ثاني.
في عشرة ولا ايه؟ وانت او انت فاهم بس مش عارف تبعبر. ماشي. هنطلع اهلاك السنة الاولى بمئة الف في 10%. ده اهلاك السنة الاولى. وهطرحه من الاصل. والسنة التانية هيبقى 90 مثلا لو طلع 10,000 هيبقى 90,000 في 10%. ده السنة التانية. تمام. المبلغ اللي طلع هضرب اضربه في 10% للسنة الثالثة. كل سنة هطرحه. بس كده برافو عليك. ليكي 75 قرش. هذه إهلاك السنة الأولى. هو قال لي متناقص. هو برضو كان بيقول الكلام ده بس ما عرفش يعبرها حلو. هو نفس اللي بيقوله بالظبط. هو عاوز يقوله بس مش قادر يعبر بها. هاي أنت عبرتي عنك وعني. خلاص خلاص ياخد نص جنيه بس. مع بعض يا محمد. 75 قرش مع بعض. 50 قرش. يلا يا باشا. هو قسط متناقص. قلنا القسط المتناقص ثمن الاصل ناقص مجمع الهلاك. وانا اصلا ما عنديش مجمع الهلاك. يبقى ال 100,000 ناقص صفر في 10% تطلع ب 10,000. اجي للسنه الثانيه. هو انا قلت لك معنى كلمه مجمع ايه؟ يعني هلاك السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه كل دول بجمعهم على بعض اسمهم مجمع الهلاك. فلما اجي في السنه الثانيه بقى عندي هلاك اهو ب 10,000. يبقى 100,000 ناقص 10,000 في 10%. يعني 90,000 في 10% ب 9,000. طب اجي للسنة التالتة تمن الأصل بقى كام؟ 90,000 ناقص 9,000 إهلاك السنة اللي قبلها. يعني 81,000 في 10% 8,100. طب السنة الرابعة يبقى 81,000 ناقص 800 واللي يطلع في 10%. طب السنة الخامسة وهكذا. يكش يجيب لي 100 سنة. أفضل لغاية ما حول الأصل للخردة. هي دي فكرة الإهلاك أصلا. أنا أفضل أستهلك الأصل لغاية ما يتحول لخردة. معلش يا دكتور تاني موضوع السنة التانية ده. من أول السنة التانية بس. السنة التانية. أنا تمن الأصل 100,000. بطرح منه الإهلاك. مش احنا قلنا معنى كلمة مجمع إهلاك معناها إهلاك السنة الأولى وإهلاك السنة الثانية بجمعهم على بعض. فأنا في السنة الأولى ما كانش عندي إهلاك أصلا. كنت لسه جايب الأصل. كنت لسه باني المبنى جديد بمئة ألف. فما عنديش إهلاكات. بقى عندي في السنة الأولى دي إهلاك السنة الأولى بعشر. فلما أجي للسنة الثانية بقول أنا كنت جايب الأصل بمئة استهلكته السنة اللي فاتت بعشر تلاف. يعني تمن الأصل بتاعي بقى 90. 90 في 10% ب 9,000. لما اجي للسنة الثالثة بقول انا تمن الاصل كان 90 واستهلكته ب 9,000. يعني تمن الاصل بقى 81,000. ال 81 في 10% 8%. اجي للسنة الرابعة تمن الاصل 81,000 استهلكته ب 8,100 اللي يطلع في 10%. السنة الخامسة السنة السادسة وهكذا. أفضل ماشي بنفس الوتيرة كده. في ناس تانية بتحسبها أو مش ناس تانية. الدكتور نفسه الدكتور أحمد الصباغ بيحسبها إيه؟ 100,000 ناقص 10,000 تمام. يروح ماسك ال 100,000 يقول لك استهلكت السنة الأولى ب 10 والسنة التانية ب 9 دي 19,000 ناقص ال 100,000 تطلع 81. هي طبعا هيطلع نفس الرقم. 81 ناقص في 10% ب 8% ب 800. أجي للسنة الرابعة مثلا أقول ال 100,000 ناقص 10 و 9 و 800 واللي يطلع أضربه في 10%. دي طريقة ودي طريقة. شوف اللي يناسبك منه. الاثنين صح. بنقص الإهلاك كله في الآخر يعني. كله بيوصل للإهلاك طبعا. احنا عايزين نوصل للأصل استهلك ازاي. بس يا معلم. ده كل اللي يخص الإهلاك. يعني المسائل تيجي طويلة كده يا دكتور؟ لا لا. ولا حضرتك بتدينا الاحتمالات كلها؟ انا بديكي كل الاحتمالات وعلى حسب ما يجي. لكن مش كل ده هيجي لي طبعا. وانت فاكره ان كل اللي خدناه في المحاسبه ده هيجي؟ ليه هيعمل لي امتحان 20 صفحه؟ لا طبعا. مش هنعمل. يلا اخر تسويه عندي. اخر تسويه عندي تسويه المدينه. يا ابويا احنا لسه ما خدناش لحد. يلا اقفل المايك. يلا يلا اخر تسويه خلينا نتكل على الله. اسم الله عليا. اسم الله عليا. اقفل بقى المايك. يلا
يلا تسويه المدينه. دلوقتي انا قلت لك المحاضره اللي فاتت والمحاضره اللي قبليها وفي بدايه المحاسبه وفي كل كلمه بنقولها قلنا كلمه مدينون، ليا فلوس ولا عليا فلوس؟ ليا فلوس. حلو قوي. ليا فلوس عند احمد مثلا، الفلوس اللي ليا بره دي حاجتين يا معلم، يا اما ديون مشكوك. ها مشكوك فين؟ مشكوك فيها. يعني ايه مشكوك فيها؟ يعني مشكوك في تحصيلها، في 10,000 جنيه كده انا شاكك هيديها لي ولا لا. وعندي ديون معدومه. يعني ايه ديون معدومه يا حاج؟ يعني لا رجع لي، مش هترجع. ديون معدومه خلاص انعدمت، تمام. فدول النوعين اللي عندي. فانا هديك المعادله كامله واقول لك اسئله البابل شيت بتيجي على ايه. بص يا دلوقتي احنا بناخد رصيد المدينون من الميزانيه، من ميزان المراجعه اللي هو اللي هيجي لي في السؤال. ادي رصيد المدينون، ماشي. نفترض مثلا ب 100,000، بنطرح منه الديون المعدومة. بس انهي ديون معدومة؟ قال لي الديون المعدومة اللي عند الجرد. بس كلمة عند الجرد يعني في 31/12 سي مثلا ب 20,000. الناتج بتاعهم اسمه رصيد المدينون الجديد اللي بينزل في قائمة المركز المالي اللي هي 80,000 دي كده في المركز المالي، ماشي. قال لي بص يا معلم، أنا قلت لك قبل كده في بداية المحاسبة معنى كلمة مخصصات. حد فاكر كلمة مخصصات معناها إيه؟ اللي هو أنا بشتري فلوس مخصص للحريق، مخصص للعلاج. الله ينور عليك، الله ينور عليك. فأنا عايز أخصص، عايز أخصص فلوس. دلوقتي بخصص فلوس على جنب عشان لو الناس دي ما ادتنيش الفلوس ابقى انا كده تمام وعشرة على عشرة. فانا عايز اكون المخصص ده. فقال لي تكونه ازاي يا حاج؟ تضربه في نسبة المخصص، نسبة مخصص الديون المشكوك فيها. اجيبها منين النسبة دي؟ معطى جاهزة في التمرين، قلنا مفيش رقم بنجيبه من عندنا. فسي مثلا قال لي عايزين نكون مخصص بنسبة 10%، تمام. يبقى دي 80,000 في 10% تطلع عندي ب 8,000. حلو قوي. ده كده اسمه مخصص ديون مشكوك فيها جديد، اللي هو المخصص اللي احنا كونناه. ما احنا قلنا كلمة مخصص معناها بشيل فلوس على جنب عشان اصرفها فيما بعد. مخصص اهلاك سيارات، بشيل فلوس على جنب عشان اصرفها على السيارات. مخصص اهلاك معدات، بشيل فلوس على جنب عشان اصرفها على المعدات. بشيل فلوس على جنب عشان اصرفها على المباني. فانا هشيل فلوس على جنب 8,000 جنيه عشان اصرفها على الديون دي. لو الديون دي ما جاتليش، نفترض مثلا يعني انا فاتح محل، فكل اللي بعت بيه 1000 جنيه منهم 200 جنيه شاكك ان هي تجيلي ولا لا، و300 جنيه مثلا مش راجعه، وهتكلم عليا واللي بقى معايا 500 اقعد الطم على جنب انا واقول ال 500 دي هتقضيني شغل ولا مش هتقضيني؟ فقال لك لا، شيل فلوس على جنب عشان الناس دي لو ما تدوكش الفلوس يبقى انت الشركه بتاعتك ما تقعش. فشيل فلوس على جنب بنسبه كام مثلا؟ قال لي شيلها بنسبه 10%. رحت ماسك ادي ال 80,000 في ال 10% ادي ال 8,000. تمام. اخر خطوه، اخر حاجه ايه هي؟ شيلها بقى من المخصص القديم. انت شايل فلوس على جنب من قبل كده، مش احنا اتفقنا ان المحاسبه مدتها سنه؟ فنفترض السنة اللي فاتت كنت شايل 5,000 جنيه،
والسنة دي شايل كام؟ 8. مش هبقى شايل 13,000 يعني على جنب، لأ أنا عايز أشتغل، عايز فلوسي تشتغل. فقال لك شيل ده من ده ويتبقى لك المخصص الجديد بتاعك حطه زي ما هو. فنادي ناقص مخصص الديون المشكوك فيها برضو، بس القديم. طب اجيبه منين ده؟ معطى جاهز في التمرين، مش حاجه من عندنا. نفترض سي مثلا ب5,000، تيجي للناتج يا حاج. اخر حاجه عايزك تركز فيها، وهي دي الوحيده اللي عايزك تركز فيها. بص يا حاج، الناتج عندي حاجه من 3 بتطلع على الاله الحاسبه، يا يطلع موجب يا يطلع صفر يا يطلع سالب. في حاجات تانية بتطلع على القلم؟ فيش، يا موجب يا صفر يا سالب. معنى ان هي طلعت موجب معناها ان الجديد اكبر من القديم، الجديد اكبر من القديم. زي كده اللي في مسألتنا دلوقتي دي، ادي 8,000 من 5,000 تطلع 3,000 موجب. فكده الجديد اكبر من القديم، يعني كده انا عليا فلوس ان انا اشيلها ب 3,000. ال 3,000 دي بالنسبه لي هتبقى مصروف ولا ايراد؟ مصروف طبعا. هشيل 3,000، هشيل 3,000، هدفع 3,000 اشيلها على جنب، يبقى ده مصروف طبعا. بس انا عايزك تفتكرها بقى، لو طلعت موجب تبقى مصروف على جنب. طب لو طلعت صفر خلاص يا باشا، لا هتشيل ولا هتعمل، خلاص خلص، ما فيش تسويه اصلا، ملهاش تسويه، مفيش رصيد لا في الدخل ولا في المركز المالي. طيب لو طلعت سالب معناها ان انا الجديد اكتر اقل من القديم. بمعنى نفترض سي مثلا الرصيد بتاعي كان ب 3,000 وانا شايل على جنب 5,000. بص بقى، انا اللي انا كونته المره دي 3 وانا شايل من السنه اللي فاتت 5,000، لا يبقى كده في 2000 جنيه احطهم في جيبي. فمعنى ان هي تطلع بسالب معناها ايه؟ ايراد. يبقى عايزك تفتكر لو طلعت موجب تبقى مصروف، لو طلعت سالب تبقى ايراد. معنى الموجب ان انا الجديد انا شلت 8,000 وشايل 5,000 من المره اللي فاتت، هاخد الخمسه بتاعتي، يبقى انا هدفع 3 جديد. طب معنى ان هي تطلع بسالب، عشان ما تقوليش ازاي يا دكتور سالب وتطلع ايراد، معناها افهم معناها، معناها ان انا شايل 3، شايل 3 عفوا شايل 5 من السنه اللي فاتت، والمره دي انا عامل حسابي هشيل 3 بس، يبقى في كده 2000 جنيه هيدخلوا جيبي. من المره دي السنه دي هو هشيل 3 بس، يبقى فيها 2000 جنيه هتخش الجيب. ده كده بالفهم كطريقه سهله. طلعت موجب تبقى مصروف، طلعت سالب تبقى ايراد. موجب مصروف، سالب ايراد. موجب مصروف، سالب ايراد. صفر لا ايراد ولا مصروف، على حسب ما تطلع معاك كده. طيب تعالى قول لي اسئله البابل شيت بتاعتي. ادي ده سؤال، الرقم ده بينزل في قائمه المركز المالي. مخصص الديون المشكوك فيها ده الجديد، ده السؤال الثاني. فاكر في قائمة المركز المالي المحاضرة اللي فاتت قلت لك المدينون بطرح منها مخصص الدين المشكوك فيها؟ أو هو ده اللي هيطرح من المدينون. يبقى ده كده مركز مالي يطرح من المدينون. يعني لما تاخد الأرقام دي على المركز المالي هتقول 80,000 ناقص 8,000، ده كده اسمه صافي المدينون. ماشي، يبقى أنا عندي السؤال الأول هيسألني على رصيد المدينون الجديد، أدي ال 80,000. السؤال الثاني مخصص ديون المشكوك فيها المراد تكوينه، كلمة مراد تكوينه يعني جديد، ادي 8,000. طب صافي المدينون يبقى 80,000 ناقص 8,000. اخر سؤال عندي، الرقم اللي طلع في الاخر ده لو مصروف، طبعا سواء مصروف او ايراد الاثنين قايمة دخل، بس المصروف طبعا هيطرح مصروفات، هيخش من جنب المصروفات، الايرادات هيجمع هيخش من جنب الإيرادات. طب كمعلومة ليك، كمعلومة ليك واعتبرها آخر معلومة في المحاسبة، قفلنا خلاص خلصت المادة، آخر معلومة تاخدها من الخطة، لما تكون إيراد كده اسمها إيه؟ اسمها مخصصات
انتفى الغرض منها. دي معلومة ليك حبيب قلبي، مخصصات انتفى الغرض منها. مش انا بقول لك انا كنت شايل السنة اللي فاتت ثلاثة، عفوا شايل السنة اللي فاتت خمسة، السنة دي انا حصلت شوية ديون فانا هشيل ثلاثة بس، يبقى في 2000 جنيه هتخش جيبي، فال2000 جنيه اللي هتخش جيبي اللي هم الايراد دول خلاص هيخشوا جيبي، انتفى الغرض منها، مش محتاج منها حاجة فهتخش جيبي. فالمخصص في الحالة دي بيتحول لحاجة اسمها انتفى الغرض منها. تمام، تعال اديك مسألة على دي وكده كويس قوي 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 قوي. تعال زهرة في ميزان المراجعة لشركة بلاش البوابين، لشركة الزملكاوية عشان خاطر الأستاذ محمد. أنا كتبتها البوابين يا دكتور. ماليش دعوة مش أنا. المادي نون مشكلة وتبعد ها؟ خليها تقول جنيه. المادي نون 200,000 مخصص ديون مشكوك فيها 20,000 ديون معدومة 10,000 إذا علمت أن يراد تكوين مخصص ديون مشكوك فيها بنسبة خليها 10% عشان تبقى سهل علينا، بس اوعى تحفظ ال 10% دي بالله عليك، ما عندناش حفظ الله يخليكم. وكانت الديون المعدومة عند الجرد، كلمة عند الجرد دي يعني 31/12 في آخر السنة، كانت ب50,000. يلا يا حاج امشيها كده واحدة 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 واحدة. همسك المدينون، المدينون بكام؟ ب200,000. أطرح منها الديون المعدومة، أنهي ديون معدومة؟ قال لي اللي عند الجرد، اللي عند الجرد بس، عند الجرد فقط، عند الجرد فقط. أدي الديون المعدومة هنا ب10، قال لي عند الجرد 50، لا أنا هاخد اللي عند الجرد، اللي عند الجرد بس، أدي ب50,000، يعني 150,000، ده كده رصيد المدينون الجديد. طب نفترض ما ادانيش ديون معدومة عند الجرد، يبقى ناقص صفر، عود نفسك، أي حاجة مش موجودة قيمتها بصفر. ماشي. انما ما ناخدش الديون المعدومه اللي فوق يا دكتور اللي ب10 دي. لا انا باخد اللي عندي الجرد بس. ماشي. تمام. الرصيد اللي طلع ده اكون منه بقى المخصص، ادي فيه نسبه مخصص الديون المشكوك فيها. قال لي يراد تكوين مخصص ديون المشكوك فيها بنسبه 10%، يبقى فيه 10%. طب نفترض ما ادانيش نسبة، اوعى تضرب في صفر وتقول لي طه قال لي اللي مش موجود قيمته صفر، لانك لو ضربت ال 150,000 في صفر هتطلع بصفر. لا ما ضربش في النسبة اصلا. يبقى 150,000 في 10% ب 15,000. ده المخصص اللي انت كونته. يبقى انا السنة دي هشيل مخصص ديون مشكوك فيها جديد. يبقى انا السنة دي هشيل 15,000. طب كنت شايل قبل كده كام؟ بص كده مخصص ديون مشكوك فيها ب20، يعني انا كنت شايل قبل كده 20، ادي المخصص ناقص مخصص ديون مشكوك فيها قديم ب20,000. طب نفترض ما كانش عندك قديم، يبقى خلاص 15,000 ناقص صفر يدينا 15. ماشي، يبقى 15,000 ناقص 20,000 يطلع بسالب 5,000. طالما سالب ايراد ولا مصروف؟
إيراد. طب والاسم اللي أنا قلت لك تتفزلك بيه اسمه إيه؟ مخصص انتفى الغرض منه. هو إيراد على طول، لا انتفى دي. يعني أنا هشيل السنة دي 15، كنت شايل قبل كده 20، يبقى أنا في 5000 كده أنا مش محتاجها، انتفى الغرض. ده سؤال بابل شيت رصيد المدينون الجديد، ده سؤال بابل شيت مخصص الديون المراد تكوينه، سؤال تاني بابل شيت صافي المدينون، معناها رصيد المدينون ناقص مخصص الديون المشكوك فيها، يعني 150000 ناقص 15000 135000. ده سؤال بابل شيت ايراد ولا مصروف؟ ايراد ب 5000. جاب لي اسمه ايه؟ مليون في المية يجيب لك كلمة انتفى الغرض منها، ده لو سألك اسمه ايه. سؤال تاني بابل شيت احسن يجي لك ولا حاجة، الديون المعدومة. طبعا الديون المعدومة بتنزل فين؟ في قائمة الدخل في المصروفات. طيب الديون المعدومة اللي هتنزل في قائمة الدخل ايه هي؟ جمع كل الديون المعدومة على بعض يا حاجة. أنا عندي ديون معدومة قديمة ب10000، ودلوقتي عندي ديون معدومة عند التجار ب50000، يبقى كل الديون المعدومة اللي هتنزل في قائمة المركز في قائمة الدخل ب60000. دي جميع الأسئلة اللي تخطر على بال الدكتور. أي سؤال يخطئ، ما عندناش أسئلة تانية في المحاسبة، مش في مادتك، في المحاسبة ما عندناش أسئلة تانية. بس هي كل الفكرة بس عشان الدكتور أحمد الصباغ شرحها في الفيديو في المثال الشامل، فخوفاً أحسن يديك حاجة تانية. فدي جميع بقى الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال الدكتور. يعني 135000 دي أنا جبتها إزاي يا دكتور؟ معلش. رصيد المدينين ب 150000 ناقص المخصص الجديد اللي هو ب 15. طب يا دكتور ال 15 ناقص ال 20 مش بسالب بسالب. معلش يا دكتور بس نقطة، بس اللي هو ما عندناش النسبة المخصص دي 10% نعمل ايه؟ يبقى الرصيد بتاعي المخصص الديون المشكوك فيها ب 150000. اي حاجة مش موجودة تطرحها للكلمة اللي بعدها، يعني مثلا النسبة دي مش عندي، يبقى مخصص الديون المشكوك فيها ب 150000. ما عنديش مثلا هنا عندي 15000 وما عنديش مخصص قديم، يبقى كل المخصصات اللي عندي ب 15000، وهكذا. اي حاجه مش موجوده شيل مكانها خالص. خلاص بس مع المجموعات بتاعتي كلها هيكون في الغالب الاسبوع الجاي مثلا. عيد تاني يا دكتور. انا نهايتي في السنتر كله في المحاضرات مع المجموعات الاسبوع الجاي بالكتير قوي يعني. فهخلص ان شاء الله المجموعات كلها اللي معايا، وهعمل محاضره المثال الشامل اللي انا قلت لكم عليه. نحن ناخد مثال شامل بقى، بس سيادتك لازم تكون مذاكر، لان ده حل مثال شامل على الجزء الثاني كله، اللي هو المثال اللي شرحه دكتور احمد الصباح في الفيديو. جاب بقى قائمه كامله ميزان مراجعه وقال لكم على الفيديو اهو. ده المثال اللي اداه الدكتور احمد الصباح. شايف سيادتك؟ ادي ده شكل المثال. هروح ماسك المثال ده، اروح اعمل بيه ميزان مراجعه، واروح مسوي التسويات. ادي مدينا اهو 8 تسويات، هعمل التسويات الجرديه دي كلها اخلصها، بعد كده اروح داخل بيهم على الدخل والمركز المالي. يعني يعتبر الجزء الثاني كله في مثال واحد، تمام؟ فبنسبه 90% كلامي واضح اهو. بتيجي الدخل لوحدها والمركز المالي لوحده والتسويات لوحدها بنسبة 10%. المثال ده انه يجي لي بالشكل ده، انه يجي لي مثال شامل واحل عليه كل حاجة. ده لما بيكون الدكتور ها قرش من حدكم، بس هو ما شافكمش عشان يقرش من حدكم. بس لو هتكلمني عن امتحانات سابقة من ساعة ما الدكتور احمد الصباغ مسك في التعليم المدمج، وعمره ما جاب مثال شامل على الكل. بس انا خايف، انا اللي خايف مش انت، انا خايف عليه. خوفا احسن يعملها. على فكره هو نفس اللي خدناه، احنا مش هناخد حاجه جديده. هم نفس البقين، المبيعات ناقص المردودات ناقص المسموحات، حتى التسويات اهي تقدر بضاعه اخر المده بالتكلفه ب 120 وسعر السوق 110، هناخد السعر الاقل. الاجور والمرتبات الشهريه ب 5، 5 في 12 ب 60،
مصروفات دعاية وإعلان يوم واحد واحد يبقى أحسب لمدة السنة كاملة وهكذا. هي نفس اللي انت خدته، بس هما كل الفكرة ان هما كلهم في مثال واحد. فليه بقول لك هو بنسبة 10% ما يجيش السؤال ده؟ لان الغلطة فيه بتكون بفورة. ازاي؟ ما انت لو غلطت غلطة واحدة في رقم في قائمة الدخل هيسمع معك في الميزانية، وكده كده اوريدي مسمع معك في التسويات الجانبية. عشان كده بقول لك ده مش 10% كمان، بنسبة 5% بنسبة 1% ان هو يجيلك. بس انا مش عايزك تخش وانت ايدك على قلبك هيجي ولا لا، فانا عايز اديك كل حاجه تمام. ده اللي ان شاء الله اللي احنا هنعمله. طبعا انتوا معانا من اول الترم وادي لغايه النهارده، فيعني اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم، واتمنى تكونوا فعلا استفدتوا، ولو زعلت حد منكم يعذرني، ولو انا زعلان من حد مش هسامحه ابدا ومش هسيبه وهاخد حقي منه. ايوه انا راجل اهلاوي، انتوا اخواتي، وربنا يوفقكم ويكرمكم دايما يا رب. وبجد بامانه مش زعلان من اي حد منكم، اي موقف صدر مني او من السنتر ما تزعلوش مننا. جايز ما نتقابلش تاني غير على المراجعه النهائيه، جايز منكم ناس تكون اكتفت بالشرح ده ومش هياخدوا مراجعه نهائيه. يعني لو فهمت دعينا، لو ما فهمتش كلمنا واحنا علينا ليك. وان شاء الله هحدد المحاضره اللي قلت لكم عليها بتاعه المثال الشامل، بس ده عشان هعملها لكل الناس اونلاين، هحددها واقول لكم قبلها اكتر من يوم. يعني اقول لكم مثلا يعني الجمعه السبت ابقى محددها قبلها بفتره. ماشي يا جماعه؟ شكرا يا دكتور، وربنا يكرمك وتعبنا حضرتك.